أرسلنا إلى سي عمرو قصر السوبر وهو المشكلة القائدة حاليا بين مزارعين قصر السوبر وبين الحكومة المختصة بهذا الشأن. توصلنا إلى 500 جنيه وكان سعر غير راضي، ثم مع ذلك توصيات مجلس الشعب أمس ب 620 جنيه للطرف. فتغير مسار المؤتمر بعد أمس بعدما كانت المطالبة أصبح اليوم في آراء أخرى. كعضو مجلس النواب وكثير من أبناء مركز الإصلاح ومن مزارعي قصر السكر في الصعيد، نقطة معينة أود أن أوضحها على لسان إخواننا المزارعين. المطالبة بزيادة سعر طن البصل ليس تزايد من المزارعين أو رفاهية، وإنما هو مطلب حتمي لتغطية جميع التكاليف ومستلزمات الزراعة. الجميع يعلم عندنا في مزارع لا يعاني منها زراعة قصر السكر، سواء في التداول أو سواء في الأسمدة أو سواء في العمالة الزراعية اللي هربت من قصر السكر عندنا. ونقل محصول القصر إلى المصانع المجاورة، سواء عن طريق السكة الحديد أو سواء عن طريق الجرارات، كل هذه المستلزمات بتكلف المزارع تكاليف باهظة. ربما يمكن أقول كلمة، المزارع عندنا في المنطقة الجنوبية لولا العار ما يزرعش الأرض تحتها، لكن هي ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات الدولة. تاني حاجة إن أنا بورد قصبي من شهر، أول ما تفتح الشركة من بداية شهر واحد والبنك بيحسب عليا فايدة لغاية شهر خمسة، وما أظنش إن في واحد من المزارعين أصلا ما بيسحبش السلفة. للأسف إحنا مش ساحبين السلفة اللي على القصب اللي لسه هيجي، إحنا ساحبين السلفة على الفور اللي لسه هيطلع من الأرض، الله أعلم فوق. ففي الحالة دي أنا ببص هاجي شهر خمسة الحافظة ما وصلتش، في حين إن أنا محتاجة أسحب السلفة عشان أبدأ باستعدادات للمحصول الجديد. للأسف بيتحول بدل ما هي الفايدة 5% بتفضل فايدة 20%، وساعتها مين اللي بيتحمل الفايدة دي؟ المزارع البسيط. دي من ضمن الحاجات اللي إحنا برضه عايزين نناقشها مع الحكومة. سعر 620 جنيه اللي اتكلم عليه أخي سيادة النائب ونقيب الفلاحين خالد مجاهد لا يفي الاحتياجات الأساسية للزراعة أبدا، زي ما وضحت أختنا صح عبد الوهاب. ولكننا وأنا قبل ما أجي كلمت السيد وزير التموين وقلت له اللي حصل امبارح وأعلنه رئيس مجلس النواب ده توصية ولا قرار؟ قال لي قرار وموضوع اتحسب خلاص.